نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه سيستمر في زيادة القدرات الدفاعية للبلاد ولن يستسلم للضغوط على برنامجه الصاروخي. من جهته اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لابد أن تطور قدراتها العسكرية في محاولة يائسة لاستجداء عواطف الشعب الإيراني الغاضب من سياساته للاستمرار في تطوير المنظومة الصاروخية الإيرانية. هذا ويعد برنامج إيران الصاروخي أهم أسباب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وذلك لما تشكله من تهديد على الأمن الدولي والتجارة العالمية، خصوصا على الدول المجاورة لإيران.